إننا شرعنا في معركة تنمية سيناء التي تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعا جديدا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعا في سيناء. جميع جوانب التنمية شغالة في شمال سيناء هنا الحمد لله رب العالمين. تعالوا بنفسكم شمال سيناء وتمتعوا بالجو الحلو وتمتعوا بالتنمية. حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني التلبية يعني في زيادة وأحلى، في كل يوم بتزيد التلبية شوي في سيناء. يعني المينا هنا تفتح فرص عمل للشباب كتير جدا كمان، يعني هنشغل الناس اللي في العريش وهنحتاج ناس من برا العريش كمان عشان تشتغل. على أرض الفيروز تتجسد الإرادة والعزيمة والتحدي، إرادة لمد جسور التنمية والتعمير، وتحدي لإرساء الأمن والاستقرار والحفاظ على الأمن القومي لبوابة مصر الشرقية. وفي مختلف المحاور والاتجاهات انطلقت المشروعات القومية على مدار 9 سنوات للنهوض بالبنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والزراعة وغيرها باستثمارات بلغت أكثر من 600 مليار جنيه ليتغير وجه الحياة ويعاد بناء الإنسان في سيناء. محافظة شمال سيناء عبارة عن 6 مراكز، 4 مراكز ساحليين اللي هي رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد، دول 4 على الساحل، وبعدين مركزين تانيين اللي هم في وسط سيناء اللي هم الحسنة ونخ. الإرهاب لن يقضى عليه إلا بالتنمية. أنا كشيخ يعني شيخ قبيلة وكنت يعني مطارد بالاسم من الجماعات التكفيرية، فالحمد لله بنام وأنا مستريح ومطمن ومطمئن جدا. بالنسبة للخدمات تم عمل إنشاء مدرسة جديدة بتكلفة عالية جدا عشان خاطر الشباب، عمل وحدة صحية فيها عيادة أسنان بالكامل، أمصال متوفرة دائما باستمرار عندنا، السنترال وصل وعمل شبكة في البيوت عندنا اللي هو النت الفايبر لأول مرة تحصل، ما كانش عندي نت في القرية، ما كانش نت في السنين اللي فات. تشهد جزيف أحداث الروضة وإخواني الاثنين، والحمد لله يعني الدولة قامت معانا، أخذنا معاش استثنائي وعملوا لنا كفاءة البيت، رفعوا لنا كفاءة البيت، مركز الشباب عملوا للشباب. البيت اللي انتوا شايفينه حضراتكم عبارة عن 3 أوض وصالة وحمام وحوش، ودي طبيعة الحياة البدوية انهم ما بيحبوش الأدوار العليا والعمارات، فالدولة بنت لهم اللي يتناسب مع بيئتهم ومع الحاجة اللي بيحبوها، ما يقعدوش في حاجة هو مش مرتاح لها أو مش راضي عنها، ما فيش واحد دفع جنيه للدولة. أحسن من الأول في عشة، بعدين هي دي دار كويسة، عندنا مية وعندنا كهرباء ويعني وعندنا كل حاجة الحمد لله. مداني الحاجة اللي أعطتنا الحكومة مداني. الناس كانت عايشة في عشش وما توقعتش أصلاً أنها توصل للبيوت المرحلة اللي هي البيوت اللي شايف حضرتك شايفها كده. كمان ما كانش فيه أي حاجات مفتوحة دلوقتي ويعني متاحة لينا، بقى فيه سباحة، بقى فيه تنس، بقى فيه حاجات كتير جداً، بقى حتى فيه حفلات بيجوا ممثلين بيعملوها. محطة تحلية الشيخ زويد هنا، محطة السكادرة 1 ومحطة السكادرة 2، محطة السكادرة 1 تحت التأهيل دلوقتي، ومحطة السكادرة 2 عندنا المحطة دي طاقة استيعاب 5000 متر مكعب يوم. المحطة دي عندنا المحطات في الشيخ زويد تعتمد اعتمادا تاما على اما مياه البحر او مياه اللي هو الابار، وبخزنها عندي في خزانات كبيرة وبعتها من عندي من المحطة هنا الشيخ زويد وبعتها على خزانة الكوثر هناك في الشيخ زويد، وبيتم الضخ على اهالينا في الشيخ زويد في القرى وفي المدينة وفي القرى الفرعية، وبيتم ده في بعد مراجعة تامة لموضوع اللي هو تنقية وتحليتها بتطريقة بالميكانيزم، اعلى ميكانيزم عندنا هو الليفرس اسبنج. هي بتخدم مدينة العريش وفي المستقبل ان شاء الله هتكون بتخدم ضواحي مدينة العريش زي الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء. المحطة أولا وفرت فرص عمل لمهندسين وفنيين وعمال ومشرفين موجودين هنا من أهل سيناء، وإحنا كلنا هنا معانا ناس كتير من أهل سيناء موجودين معانا. إحنا بدأنا الجامعة كنا في رياض بعد جامعة قناة السويس، بدأنا ب6 كليات لحد ما وصلنا حاليا ل 11 كلية. الجامعة عندنا بدأنا تقريبا حوالي 3000 طالب، وصلنا السنة دي 12000 طالب، ده غير حوالي 3000 طالب في الدراسات العليا. عندي 11 كلية في المين كامبس هنا في محافظة شمال سيناء في العريش، وعندي معهد للدراسات العليا في منطقة الخربة. معظم الكليات الموجودة عندنا كليات متميزة، كليات نبع من احتياجات المجتمع السيناوي. على سبيل المثال عندنا كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، دي كلية يعني تم اختيارها وتم اختيار المحتوى العلمي للمقررات بتاعتها لما يخدم المجتمع السيناوي، خاصة وجود شريحة كبيرة جدا من اهالي سيناء
بيمتهن مهنة الصيد. كتير من الطلبة كانوا بيعانوا في الجامعات طبعا، مغتربين وبيسافر وبيتعب وبيطلع بيبعد بعيد عن أهله. أنا اخترت الكلية بتاعتي كلية علوم زراعية بيئية من الكليات المميزة على مستوى مصر في مجال الزراعة، لأن الكلية يعني بتستخدم نهج سيلف إديوكيشن في الدراسة بتاعتها ومنظومة زراعية، والحاجة دي مش موجودة في أي كلية من كليات مصر كلها. وفي إطار المساعي لأن تصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، جاء تطوير ميناء العريش البحري بتكلفة 4 مليارات جنيه ليضم رصيف تحيا مصر بطول 915 متراً ورصيف سيناء البحري بطول 250 متراً. الميناء ده اتخطط له بحيث أنه هو يبقى في مرحلتين. المرحلة الأولى اللي احنا بنتكلم فيها اللي احنا متواجدين عليها دلوقتي، احنا واقفين دلوقتي على الرصيف الألف اللي هو تحيا مصر. تحيا مصر ده مفروض ان هو بدأ الشغل فيه من مايو 2020، ينتهي ان شاء الله بإذن الله بنهاية السنة دي. احنا نسبة التنفيذ دلوقتي 95%. الرصيف الثاني اللي هو رصيف سينا ده 250 متر غاطس 12 متر. الغطس ده يعني هناك بنستقبل سفن لغاية 7000 طن، هنا الغطس ده هيخلينا نستقبل سفن من 30 ل 40000 طن وممكن أكتر. طبعا جدوى اقتصادية رهيبة، إن شاء الله بإذن الله خير كله، الخير كله لأهل شمال سيناء. العمالة طبعا والناس اللي بتشتغل هنا وشركات الشحن والتفريغ والناس العاملة اللي هتبقى في المينا بجميع أنواع الجهات اللي هتبقى شغالة في المينا كلها من أهالي شمال سيناء. عندنا تقريبا 5000 عامل حاليا شغالين في الانشاءات وفي التطوير، في اعمال التطوير الحالي. تسهيلات لكل واحد بيجي يشتغل هنا، للمشرفين لمهندسين لعمال لكلهم. والله احنا هنا يعني اغلب الناس اللي شغاله هنا من العريش اغلبهم من يعني ابناء الام من ابو سقل، من الريسه، من قبر عمير. اغلب الناس اللي شغاله هنا من العريش هم اللي بنفذوا الشغل الانزال وشغل التحميل الكتل وشغل دوات كله، وحاجات كثيره تعلمناها في شغل الشركه هنا في البحر. ويعني ربنا يسهل كده ونكون ان شاء الله تكون المينا دي مصدر خير لكل اهل سيناء. ليس هذا فحسب، بل شهد سيناء تطوير بحيره البردوي لزياده انتاجيتها والمساحه المستغله لعمليات الصيد وتوفير فرص عمل لاهالي سيناء. حته البردوي على سواحل البحر المتوسط المتوسط عرض 90 كيلو متر، تقع بين العريش ومنطقة بير العبد، اللي العرض بتاعها العرض أقصى عرض 22 كيلو متر. الأعماق دائما البحيرة تعتبر ضحلة الأعماق. المشروع اللي قائم حاليا حضراتكم هو شغال حاليا ويعني شارف على الانتهاء. احنا تقريبا وصلنا ل 85% من المشروع، بيشمل قناة رئيسية بطول 73 كيلو من الشرق حتى الغرب، وصولا ب البواغيز بغاز 1 وبغاز 2، ومنها تفريعات قنوات فرعية تدخل إلى الجزاء الجنوبية من البحيرة. الهدف منه كله هي تحسين جودة المياه ورفع الناحية البيئية في بحيرة البردويل وزيادة المساحة المستغلة للصيد، وبالتالي رفع إنتاجية البحيرة. الإنتاج بتاع البحيرة سنوياً يتراوح على 4000 طن. البحيرة عندنا شغالة فترة ليل ونهار 24 ساعة، بينما الموسم اللي السابق كنا بنشتغل من أول ضوء لآخر ضوء. دلوقتي إنتاج ازداد وعمق المية كتر، وأكثر من كده في حراسة على السمك ده. التطوير ده كان البحيرة اعتبار أنها محجورة، فلما التطوير دخل جرى المية وخلى السمك تكتر والزريعة تكتر في البحيرة، والملوحة نسبة الملوحة خفت خالص من البحيرة.